معاكم عباد المزروعي لاعب ستورمز تحت 15. لاعب هجوم. صار يلعب هوكي 7 سنوات. الهوكي لو لأن أبوي كان لاعب مع ستورمز وجيت أطالع مباراة وحبيت اللعبة وأبوي دخلني. I'm David Plescia, coach of IRIS in Abu Dhabi. Obeid Al Mazrui, UAE ice hockey player. He's a very good, talented player, and I hope he will be one time play in the national team of UAE. طموحاتي ان شاء الله اكون لاعب ستورمز فريق الاول والعب مع المنتخب.